صباح الخير جاك. أوبس، أنا آسف. أوه، لا عليك روبرت، فاجأتني فقط، هذا كل ما في الأمر. رأيت صورتك. هل أثارت إعجابك؟ دققت على شباك غرفتك لكنك كنت نائماً. استيقظت من نومي الآن. أتيت في الوقت المناسب، هذا المنزل الأخير. قل لي، أتود فعل ذلك؟ حقاً؟ هذا سيكون رائعاً. حاول أن تغطيها بطبقة رقيقة، لا داعي للمبالغة. أحسنت صديقي، العمل يناسبك. أوه، أوه. واو. أوه، أرتجف من شدة البرد. إنها مجرد نسمة هواء. حسناً، آمل ذلك، وإلا يكون بيلي قد تسلل خلصة إلينا. بيلي بليزارد؟ نعم، ذلك المخادع. عرفت أنه يبحث عني، لذا أصبحت شديد التوتر. ولماذا يبحث عنك؟ لا يبحث عني أنا، بل يبحث عن هذه العصا. تضايق رجل الجليد من بيلي الذي يعمل على إثارة العواصف الثلجية، فسلبه صفارة الرياح. أصبح الآن بلا قوى. لهذا السبب يريد الاستيلاء على عصا الثلج هذه. راقب المكان روبرت، علي تغطية هذه النافذة.